اليوم سنحضر معا وصفة المكرونة مع الطماطم الكرزية والريحان. أحضري قدر كبير واملئيه بالماء الحار. بمجرد غليان الماء أضيفي مكرونة العلالي فورا، ثم القليل من الملح. اسلقي مكرونة العلالي لمدة أقل بدقيقة واحدة من الوقت المحدد على الغلاف. لتحضير الصلصة ضع القليل من زيت الزيتون في مقلاة. أضيف الثوم المهروس، قلبيه قليلا حتى يصبح لونه ذهبي، ثم أضيف الطماطم المقطعة وملعقتا طعام من الماء. أضيفي صلصة مكرونة العلالي وبعض الملح والفلفل، ولإضافة نكهة مميزة أضيفي بضع أوراق من الريحان. أترك الصلصة تغلي على نار هادئة حتى تتسبك. فور إتمام تحضير المكرونة أضيفيها وهي ساخنة على الصلصة. قلبيها برفق بواسطة ملقط حتى لا يتأثر شكل الطماطم. الفكرة هي الحصول على نكهة صلصة مكرونة العلالي الغنية وإبراز طعم الطماطم الطازج والريحان. قدميها في طبق تقديم كبير أضيفي لها شرائح جبن البارميجان وزينيها بأوراق الريحان. قدميها مباشرة لضيوفك وبالهناء والشفاء.